لو الحكاية فيها إن فيتو بعد اليوم لن تحكمنا أمريكا 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 بعد اليوم كلنا بصوت واحد يا رب يا رب ارفع ايدك لفوق كل الناس مش من هنا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب النهاردة على الغضب النهاردة على الغضب هنعلمهم الأدب هنعلمهم الأدب كله في نفس واحد عايزين نرج وسط البلد الشعب يريد إسقاط النظام الشعب يريد إسقاط النظام الجنزير يا جدعان يا جدعان معاك اوعى يا ثوري تكون افضل الجنزير يا جدعان اوعى يا ثوري تكون افضل مش عارف حاسس ان انت تحرقني اصلا سي سي نزل نزل اصلا سي سي هو